الحمد الكريم متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء اعضاء الميدان الجانب في الميدان اعلنوا عن دفعه جديده وهو الشوط الرابع في مجموع اشواطنا في صباح هذا اليوم. تتقدم الان يتقدم شاهين سعيد بن سهيل بن بطي المهيري من يقدم لنا شاهين على المركز الاول ليلي فهنا مخلص سلطان بن سيف بالطبيعه من يقدم شاهين اخطر قعود مشارك في هذه الجوله. هذا هو شاهين بالطبيعه بالمركز الثاني المركز الثالث اقول رصاد سعيد بن عبيد بالطبيعه والمركز الرابع الحصيني حميد بن سالم بن علي الوهيبي والمركز الخامس نشوف منو القادم منو هذا اللي يحمل رقم طاري رسالة بن راشد بن غدير مع طاري الله يطاري ناوي يتجاوز روح طاري روح من الخامس مرة واحدة إلى المركز الأول الله يمرقم الله يا بوابة الناموس الله يطاري الله طلع من المعمعة وإلى المقدمة مع التوقيت نبغي بسام تحمل خذ حذرك بس روح عندك التمان ونبغي تحت نبغي التوقيت هي 7-6 روح الله 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 هذا هو طاري هذا هو بن غدير سالم بن راشد بن غدير الاشتبي من يقدم لنا طاري من يروح مع طاري ثاني شاهين محمد بن علي بن عبيد بن رشيد ولكن طاري وصل مع الناموس تهانينا سالم بن راشد بن غدي المركز الثاني شاهين محمد بن علي بن عبيد بن رشيد المركز الثالث فانا مدلل علي بن راشد بن سعيد بن عامري الاشتبي.